مرة جديدة تخترق إيران الفضاء لتضع قمرها الصناعي الأحدث نور 3 في المدار المخصص له على ارتفاع 425 كيلومتراً. إنجاز يكتب لإيران التي تواصل جهودها لغرض إنشاء منظومة أقمار صناعية. إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي ضمن خارطة طريق لحرس ثورة لغرض إنشاء منظومة أقمار صناعية، ويعتبر وزن هذا القمر الصناعي أكثر بسبعة كيلوغرامات عن سلفه نور 2، ويمتلك معدات تصوير ذات دقة وجودة أفضل، ويكمل بشكل طبيعي إحدى حلقات سلسلة أقمارنا الصناعية. وفي هذا الصدد كشف قائد القوى الجوفضائية بحرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة عن مخطط إيراني لإطلاق قمرين اصطناعيين آخرين خلال الأشهر الستة القادمة. هذه الرؤية الإيرانية نحو الفضاء بدأت منذ عام 2005 حين أطلقت أول قمر صناعي بمساعدة روسيا حمل اسم سينا 1. وبعدها بثلاثة أعوام أطلقت أول قمر صناعي إيراني بالكامل باسم أوميد مسجلة نقلة نوعية في مجال الأقمار الصناعية. وبعد أوميد أطلقت إيران سلسلة من أقمارها حتى يومنا هذا حملت أسماء رصد ونبيد وفجر وخيام ودستي وظفر 1 ونور 1 و2 وخيام. كذلك شهدت هذه المرحلة تطوير إيران لصواريخها الحاملة للأقمار الصناعية ابتداء من سفير 1 وصولا إلى قاصد لثلاث مراحل الذي يعمل على الوقود الصلب والسائل، مما يجعله الأحدث في هذه السلسلة. هذا التطور الكبير للقدرات الفضائية الإيرانية أثارت مخاوف الغرب وأمريكا التي زعمت أن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استخدمت لوضع الأقمار الصناعية في مدارها قد تسمح لطهران بإطلاق الصواريخ طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا نووية، الأمر الذي تنفيه طهران جملة وتفصيلا مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.